انتصار ما بتخافش تحس انه ممكن يجي وقت عليها تبقى مش مرغوبه من الرجال؟ مرغوبه من الرجال؟ اه، ان يبقى عندك فرصه تاني في حب وارتباط وحياه ولا ما بتفكريش في الموضوع؟ ياما كنا مطلوبين، زهقنا بقى. ايه كنا دي؟ زهقنا دي؟ ايه كنا؟ ما بنقولش الكلام ده، ما بنقولش الحاجات كده. لا لا اكتفينا. لا يعني زهينة. بجد اكتفينا؟ لا زهقنا بجد. طبعا انا عمري ما خايف ان يكون مرغوبه او غير مرغوبه، من كم ما كنت مرغوبه. انت لو اعجبتي بحد ممكن تاخدي مبادره، تاخدي خطوه؟ طبعا بس في كهربا كده يا جماعه. ايوه يعني في، يعني مش معقول احنا عادمين الاحساس بقى. اكيد لا، لازم في سنس. يعني المفروض. ايوه يعني المفروض عندك سنس. ايوه مش معدومه ال. لا طبعا. فساعات بتحسي بالكهربا كده. ايوه بيقولوا ما بتكذبش الكهربا دي، ما بتكذبش. ربانية صح؟ دي من عند ربنا، لا بتتعمل ولا بتكذب. لا دي صدقة جدا. لو قابلتيها هتدوسي ولا هتقولي اكتفينا؟ في الطاقة العادية. ايوه يعني بتبقى في الطاقة بتاعت المكان. اول ما بتحصل دي طاقة مكان اهي، توصلك خلاص والعيون تتلاقى. ايوه في وسط الزحمة فتحسي ان القلب عمل دم دم دم، فجأة الكون كله بيعمل للح احتراما للحظة دي. وهنا حدثت الشرارة الأولى، ولنا هنا وقفة. وغالبا بتكمل اللحظة دي اكتمال حلو لأنها لحظة ربانية. يعني مش لازم العلاقة تكمل، مش لازم تتجوزوا وتخلفوا صبيان وبنات، بس مؤكد هتحصل حاجة حلوة. حتى لو شهر يوم، حتى لو في الساعة دي، هنا الود حصل. حتى لو اللحظة دي بس، حتى لو هي صادقة وحقيقية، في ود هنا. الأرواح تلاقت، هتلاقي أنت عزيزة على قلبه قوي وهو عزيز على قلبك قوي، ودايماً يطلب مصلحتك ودايماً يتكلم من وراكي حلو، وتلاقيه كده بيوسع لك السكة حتى من غير ما تحسي. يعني دايماً تقولي الشخص ده أنا بأتمنه وده في ظهري، مش هيغدر بيا. آخر شرارة بالشكل ده حصلت في حياتك كانت قريبة ولا بعيدة؟ لا بعيدة. بجد؟ هنعمل إيه بقى؟ بس دي كهربا ما تقدريش. عشان كده الحب جميل طبعا، والشراره دي جميله طبعا، وفيها بقى جراءه ومغامره، وتحسي الدوره الدمويه بتاعت جسمك، وتحسي ان قلبك، تحسي انك صبيتي وحلويتي، وتحسي الاكل ليه معنى والنوم ليه معنى والصحيان ليه معنى، دولاب هدومك ليه معنى. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.